يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرسالة ديال الفيديو تنرجع لسيدنا محمد السادس نصره الله ملك الفقراء. تنطلب منه يحيد عليا الظلم والحورة على البلاد ديالي من جدودي، وأنا درت تعاونية مع الصفار الله بالله اللي هو شد الجماعة ولا سميتو ديال الجماعة، شد الجوامع وشد البحارة وشد التكتور ديال البحارة داك راها دعيت ليه رجعتها بسميتو بالمحكمة. وملي دخل هاد سميتو أنا اللي تنطلب هاد المشروع سنين متعددة، اللي تنطلب هاد المشروع عندنا أفتاس من 1924، هو أفتاس ولا الكوبيراتيف دو سوس هو اللي رزمو ورزم لي المحل ديالي. ملي سميتو حيدني من التعاونية، أنا راه عملت واحد العداد ديال البحارة وبنيت العداد ديال المراكب، ودابا راه حيدني من سميتو، والفدان ديالي راه من جدودي بالرسم ديالها ب 12 شهر بالوران ديالها وحرمني فيها. ملي جيت حرش عليا السيد اللي شد المشروع وبغيت تقولي من غير حق ترطب سيدنا محمد السادس يحنى عليا، هادو راه الدولة ديال بلادي، وعندي 96 كتار اللي مشات ليا وتنتسنى لا سميتو تنتسنى التعويض، مازال ما تعوض، بقيت انا يتيم يا عباد الله. تنطلب سيدنا محمد السادس يرحم عليا على هاد الظلم والشفار، راه دوز الحبس بالله بالله ودوز اسميتو وما عندوش الحق في سيكورتي على الورق، باش دوز الحبس وباقي مازال تيستغلا. فالمساجد ديال تمرقت وباع المطفية، وانا اللي سلت لا سميتو رسلت على الورق باش دوز هو الحبس 3 شهور نافذة على السوا، وها الورقة باش معزول جميع أسميتو ديال الجماعة المحاكم ديال العام، ويني باقي تيستغلا إلى يومنا هذا. باقي تيتحكم، باقي تيتحكم، باقي تيتحكم دابا أسميتو التعاونية ديال البحارة ديال أفتاس تمرخت. وهاد السيد مشى ليا الفدان ديالي ودار فيه المشروع وعزلني فيها. أنا رجلك أفتاس من عام 56، وهاد الشفار خص شوف واش ديرو معاه. تستغفر بالله الملك يحنى علي على هادشي، على هاد الشفار اللي استمر البلاد من هي حاجة من الجموع، من الجموع، من أفتاس، من الجماعات أورير، من أسميتو ديال هادي ديال أسميتو الموتور ديال التعاون ديال جابون تيستغل فيها تيبيع الماء للشركة. مشيت للحوض المائي، مشيت للقيادة، مشيت للجماعة، ما داروا معاه والو، باقي تيستغل تيبيع الماء ديال الدراوش المساكين ما عندهم باش يسقيو. وهذا الموتور ديال التعاونية ديال جابون تنطلب من سيدنا يحارب هذا الشفار، وتنطلب من المسؤولين حتى هما. البلاد اللي صوب فيها المشروع راه خد ديالي وحيدني منها، ما عطاوني فيه والو، لا تعويض لا والو، لا تعويض لا والو. تنطلب سيدنا محمد السادس يحمى عليا على الشفر اللي استمر على المناصب ديال هاد البلاد ديال تمرات، هو اللي مكون من هي حاجه. أنا كنطلب من سيدنا محمد السادس يصف نصره الله، يصفنا شي مسؤولين، شي لجنة اللي غتحارب مع هاد السيد، تحقق في هاد السيد. هادشي اللي تنقول راه العدد ديال سميتو الإعانة ديال جابون وديال الخارج اللي دخلات وهو كلشي داهم.
كلشي باعها. تايجا جات واحد اخرى داروا جوج الناس بالموتور وباع جوج كامينات ديال الماتريال. وهذا السيد الشفار الكبير تنظنكم منكم يا المسؤولين تنظن سيدنا محمد السادس يصيفطنا اللجنة باش تحقق هادشي اللي تنقول. الله ينصر سيدنا محمد السادس.